أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية بالعناوين. الأهلي يفوز على نجوم الدوري السعودي في مهرجان اعتزال فؤاد أنور. الأهلي يخوض تدريباته ببرج العرب استعدادا للاتحاد. تركي آل شيخ يؤكد على قوة علاقته بالنادي الأهلي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يخوض بعد قليل فريق النادي الأهلي ميرانه الرئيسي على استاد برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندري غدا ضمن منافسات الجولة 22 للدوري العام. ووصلت بعثة الفريق إلى مطار برج العرب ظهر اليوم قادمة من السعودية عقب المشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور. وتقام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في 17:15 عصر غدا على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من برج العرب عمرو فهمي الناقد الرياضي. عمرو أهلا بيك، وقول لنا إيه الجديد عندك. أهلا بك يا آية، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا بعثة الفريق النهاردة وصلت قادمة من الرياض إلى مطار برج العرب بعد المشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور الفوز على فريق الشباب السعودي بهدف دون رد. بمجرد وصول البعثة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة غادر مطار برج العرب متوجها إلى القاهرة لإنهاء بعض أمور النادي الخاصة، ورافقه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير الرياضي للنادي والمهندس عبد القيوم مدير التعاقدات. الكابتن حسام البدري فضل طبعا قدوم البعثة مباشرة إلى مطار برج العرب للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الاتحاد الهامة جدا في مشوار الدوري العام. كابتن حسام البدري أيضا قرر مغادرة 3 لاعبين من البعثة هم محمد فخري ومحمد عبد المنعم والحارس الناشئ رمضان مصطفى، غادروا إلى القاهرة مباشرة في حين استدعى 8 لاعبين من الذين لم يسافروا مع الفريق إلى السعودية للدخول في المعسكر استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري غدا. اللاعبين اللي استدعاهم كابتن حسام هم محمد الشناوي وعلي معلول وليد سليمان وصلاح محسن والنيجيري جونيور أجايي وأحمد فتحي وعمرو السلاوي وعبد الله السعيد. دلوقتي احنا مباشرة في طريقنا للملعب الفرعي استاد برج العرب لأداء التدريب الأخير قبل المباراة. كابتن حسام البدري عقد محاضرة كده خفيفة قبل التحرك إلى الملعب وطالب اللاعبين بضرورة التركيز ونسيان المشاركة امبارح في المهرجان رغم إن هو أثنى على أداء اللاعبين فيها، وحدد لهم طبعا المهام اللي هتكون في مباراة الاتحاد السكندري غدا. ألو، أيوة معاك عمرو. بعد قليل هيبدا المران ان شاء الله وهنكون معاكم في المتابعات اللي جايه ان شاء الله. عمرو فهمي بشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي.
فاز فريق النادي الأهلي أمس على منتخب نجوم الدوري السعودي بهدف الجنوب أفريقي باكا مالامبي، وذلك على هامش المشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور. وحرص حسام البدري على الدفع باللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام مع الفريق في الفترة الأخيرة، إلى جانب الدفع ببعض الصفقات الجديدة التي انضمت خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وأبرزهم علي لطفي ومحمد فخري ومحمد شريف. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مجموعة اللاعبين التي لم تسافر مع الفريق إلى السعودية شاركت في تدريبات الفريق التي أقيمت بالإسكندرية، وخاض كل من محمد الشناوي، وليد سليمان، عمرو السولية، علي معلول، وجونيور أجايي، وصلاح محسن تدريباتهم أمس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل. خاض الرباعي حسام غالي وحسام عاشور ومروان محسن ومحمود الجزار لاعبو النادي الأهلي تدريبات بدنية وجانبا من تدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش، وبذلك يتأكد غياب الرباعي عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري غدا في الدوري. واكتفى مروان محسن بأداء جانب من التدريبات التأهيلية والعلاجية، بينما أدى الثلاثي الآخرون جانبا من التدريبات الفنية والبدنية على هامش المران الصباحي. أكد المستشار التركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية على قوة علاقته بمجلس إدارة النادي الأهلي، وكتب الشيخ على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر للأحباء إدارة النادي الأهلي وجماهيره العريقة: تأكدت أن ما جرى خلال الأيام الماضية كان نتيجة محاولة من لا يريدون النادي ولي استمرار العلاقة بعد أن شاهدوا حجم الفوائد التي تمت بتوفيق الله، وللجميع أقول سأظل وكل أعضاء مجلس الإدارة الذين أعتز بهم كثيرا في علاقة ناجحة ومتميزة لمصلحة الكيان الكبير. من جانبه شدد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على أن علاقة الأهلي بالأشقاء في المملكة العربية السعودية قوية ومميزة، كما عبر الخطيب عن سعادته البالغة من تواجد جمهور الأهلي بكثافة في ملعب الأمير فيصل بالرياض خلال مباراة الفريق مع منتخب نجوم الدوري السعودي. وأضاف بيبو أن جمهور الأهلي دائما ما يثبت حجم حبه ووفائه ودعمه لفريق الكرة. منح مسؤولو نادي الشباب السعودي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العضوية الشرفية والتي قدمها له أحمد العقيل رئيس الشباب السعودي، وجاء هذا على هامش مباراة الأهلي مع نجوم الدوري السعودي خلال مهرجان اعتزال فؤاد أنور نجم نادي الشباب والكرة السعودية السابق. وأعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر تويتر إهداء أحمد العقيل رئيس النادي نادي الشباب العضوية الشرفية إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على هامش مباراة اليوم. وجه فؤاد أنور نجم فريق الشباب والمنتخب السعودي السابق الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تلبية الدعوة والمشاركة في مهرجان اعتزاله. وقال أنور عقب انتهاء مباراة الأهلي مع نجوم الدوري السعودي:
النادي الأهلي محظوظ بجماهيره، ونجاح أي مهرجان سيكون مرهونا بحضور الأهلي. وأضاف نجم الكرة السعودية السابق: جماهير الأهلي ساهمت في نجاح مهرجان اعتزالي. أعرب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالمشاركة في مهرجان تكريم النجم السعودي فؤاد أنور. وقال البدري عقب مباراة فريقه أمام نجوم الدوري السعودي: إنه سعيد بتواجد الجماهير والنجاح الذي شهده المهرجان، مؤكدا أن السعودية هي بلد المصريين الثاني في شتى المجالات. وأوضح البدري أن هناك عدة فوائد من المباراة، منها إشراك وتجهيز عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا في تشكيل الفريق في الفترة الماضية، إضافة إلى إشراك الصفقات الجديدة لتحقيق الانسجام بين اللاعبين. صرح عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بأن النادي اعتاد دائما أن يكون سفيرا مميزا للكرة المصرية في أي مناسبة عربية يشارك بها. وكشف القيعي أن جمهور الأهلي في السعودية كان سببا رئيسيا في موافقة الأهلي على المشاركة في مهرجان اعتزال فؤاد أنور، موضحا أن البعثة أصرت على دخول فندق الإقامة بالرياض من الباب الأمامي رغم تكدس الجمهور الذي قطع مسافات كبيرة من أجل رؤية فريقه المفضل. قال علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي المنضم حديثا من أنبي أنه سعيد بالمشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور، متوجها بالشكر إلى جماهير الأهلي في السعودية التي آزرت الفريق. فيما أكد محمد شريف الوافد الجديد من وادي دجلة أنه يأمل أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة. وفي التقرير التالي نتابع مزيد من تصريحات ثنائي الأهلي عقب ودية الشباب السعودي. والله الماتش كان كويس ومحترم من فرقتين كبار، واتمتعنا كتير بالاجواء بالسعوديه، بلد شقيقه، وبنشكرهم على الاستضافه الجميله دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا طبعا بشكر السعوديه طبعا على استضافتنا لينا، وبشكرها بلدنا الثاني طبعا السعوديه، وبشكرها وبشكر جماهير الاهلي طبعا على حاجه رائعه ان الجماهير تنادي عليك، وحاجه رائعه جدا والله يعني بصراحه، يعني فعلا جمهور النادي الاهلي بيدي رساله. طبعا طبعا شرف ليا طبعا ان جمهور النادي الاهلي استقبلني لاول مباراه ليا استقبال دوت، طبعا بشكرهم وان شاء الله
يعني اقدم حاجه للنادي الاهلي واقدم جمهور النادي الاهلي حاجه ان شاء الله الفتره الجايه. الله يعطيكم العافيه والف شكر لكم. صراحه مبسوط فيكم انا ان يعني حتى جايتكم للسعوديه هذا شيء كبير للكابتن الكبير واحد من افضل نجوم في تاريخ الكره السعوديه حقيقه. انه يكون نادي الاهلي بحجم نادي الاهلي انه يكون متواجد هذا شيء كبير. بالنسبه لي صراحه سعيد اني انا في يمكن مشاركات قبل كذا اني انا اكون مع نادي الاهلي، اليوم نلعب ضد النادي الاهلي، لكن سعيد اتمنى التوفيق صراحه لهذا النادي الكبير. ومع أخبار الألعاب الأخرى والبداية مع كرة السلة سيدات، حيث تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على الشمس بنتيجة 85-71 في دور الثمانية للبطولة. ويسعى الفريق بقيادة إيهاب الألفي لتخطي فريق الغابة في نصف النهائي، وهي المباراة التي لم يتحدد لها موعد حتى الآن. وجدير بالذكر أن مباراة الشمس غاب عنها اللاعبات سهيلة هشام ورنا عبد الظاهر ونادين أبو الفتوح للإصابة. ونتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال بعد الوصول إلى نصف نهائي البطولة. ماتش بالنسبة لنا كان مهم جدا إن احنا نعدي الكوارتر فاينل عشان نوصل للسيمي فاينل. الماتش فيه صعوبات كتير، الحمد لله الحمد لله رب العالمين ان البنات كانوا على يعني مركزين وحاسين باهميه الجيم، والنقص العدد اللي كان عندنا او الاصابات اللي كانت عندنا الحمد لله خدناها عامل ايجابي ان البنات ادوا بامكانيات اكتر، ادوا بضعف ومجهودهم. حاسين ان عندي اربع بنات مهمين ومؤثرين مصابين، البنات ادوا. امير هو ده اللي انت بتقول انت مستمتع بالاداء، الاداء هو كان فيه روح، الروح دي الناس حست ان في نقص، والماتشات الكاس ما فيش تعويض. هو ده يعني الحاجه الايجابيه، بالاضافه طبعا الحمد لله ان احنا كسبنا بفارق سكور على نادي الشمس، فرقه كبيره وجهاز فني محترم. الملعب صعوبته كمان ان ده ارضهم، الملعب مش مريح، ما فيش 14 ثانية الجهاز مش شغال، اللوحة تعبانة جدا كل شوية بالتايم بيرجع، فالموضوع فيه صعوبات، لكن بفضل الله البنات بصراحة بحييهم ديفنسيفلي قبل الاوفنس. الحمد لله توفقنا جبنا 85 بونت، لكن ديفنسيفلي بالذات الكوارتر البداية الثالث الاولاني والثاني الحمد لله كنا ماشيين ديفنس كويس جدا، غيرنا من المان تو مان للزون، ضغطنا على فترات قليله عشان البنات. الحاجه الايجابيه كمان ان احنا لعبنا بال 12 بنت الحمد لله، غير الاربعه المصابين والله كانت اهلها درجه امبارح ما اتمرنتش درجه حراره 41 بقى لها يومين ما بتتمرنش، لكن الحمد لله النهارده بحييها وبحيي الفرقه كلها. منها يحيى نزلت ثلاث دقيقتين مش قادر ياخد نفسها، جيم كبير كان فيه بريشر كبير، بس هم دول بنات النادي الاهلي للرجاله اللي عودونا وعودوني على طول ان الاهلي بمن حضر، وهي دي روح الفنانه الحمراء، مش شعارات، ده كلام حقيقي. واتمنى ان الماتش ده يتذاع الناس تشوفه ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله نستعد، خلصنا الكوارتر فاينل نستعد للسيمي فاينل ان شاء الله باذن الله يا رب، ماتش بماتش باذن الله. وعندنا كمان بطوله المنطقه على ملعبنا قبل دوري السوبر، فان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله. بنجهز لها بقالنا اكتر من 3 اسابيع، وبنخش كل يوم جيم ونتمرن جامد، لان هو الماتش ده يودينا الفاينل. طبعا الماتش ده مهم جدا، وهم فرقه مش سهله، والملعب بتاعهم كمان مش كويس، فان احنا نكسبهم على ارضهم فدي كانت حاجه لازم نجهز لها جامد، والحمد لله ربنا قدرنا وكسبنا. يعني كنا يمكن متوترين سنه، ولسه ما خدناش على الملعب والحلقه وكده، وما خدناش لسه في جو المود بتاع الماتش، فاول ما دخلنا في مود الماتش علينا عليهم وجرينا وخلاص فرقنا سكور الحمد لله. يعني طبعا المنافسه صعبه، لان في فرق كتيره كويسه،
وان شاء الله يعني عندنا ماتش جاي ماتش الغابه، وعندنا في النص بطوله المنطقه، فمش هيبقى عندنا وقت جامد نستعد فيه، بس فهناخد ماتشات المنطقه دي ان احنا ان شاء الله نكسبها، وفي نفس الوقت ان احنا نستعد فيها للماتشات بتاعه الكاس. احنا معسكرين من امبارح متحضرين. كابتن جاد طبعا يعني انا بحييه على الافلام اللي احنا بنتفرج عليها، بيجيب لنا كل الاخطاء من ساعه ما لعبنا الشمس من السنه اللي فاتت. كابتن ايهاب بنقعد اجتماعات امبارح واجتماع النهارده قبل الماتش، بيحضرنا كويس جدا جدا، بنعرف ايه غلطاتنا ونحاول على قد ما نقدر ما نعملهاش تاني. طبعا الملعب مش كويس، بس احنا بنحاول ننسى ده. احنا جايين نلعب باسكت وجايين نكسب عشان نتاهل ان شاء الله للسيمي فاينلز. الحمد لله عملنا كده، طلعنا كل اللي عندنا، الاخطاء صححناها على قد ما نقدر، الحمد لله كسبنا. الغابه المفروض هنلعبه ان شاء الله عشان هو كسب السيت، وبعد كده المفروض هنروح الفاينل ان شاء الله. ان شاء الله زي ما شلنا كاس مصر السنه اللي فاتت، ان شاء الله ان شاء الله نشيله السنه دي ان شاء الله كمان. نظم أمس قطاع كرة اليد بالنادي الأهلي المهرجان الأول لأكاديمية النادي بفرع مدينة نصر بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب 500 لاعب ولاعبة من أكاديميات 6 أكتوبر ودريم والرحاب وحدائق الأهرام ومدينتي. وشهد المهرجان حضور رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، ودكتور ياسر نصير مدير النشاط الرياضي بالجزيرة، وعمر شوقي مدير النشاط الرياضي بمدينة نصر، وعاصم حماد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، ووائل الداجن إداري الأكاديمية. أشاد ناصر زهران رئيس جهاز الاسكواش بالنادي الأهلي ببطولة النادي للاسكواش التي انطلقت فعاليتها أمس على ملاعب النادي بالمبنى الإداري الجديد، وتستمر حتى 8 فبراير الجاري. وأوضح زهران مدير البطولة أنه تم عمل ترتيبات كبيرة لضمان خروج البطولة بصورة تليق بمكانة النادي الأهلي في تنظيم أكبر البطولات. ومن الألعاب الأخرى إلى أخبار ناشئي كرة القدم، حيث توج فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2005 ببطولة دورة الصيد الودية بعد فوزه في النهائي على إنبي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب نادي الصيد. وحقق الفريق البطولة تحت قيادة أحمد سمير المدير الفني، وأيمن عيد المدرب المساعد، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى. وللمزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. لل 18 فرقه اللي شاركوا صراحه بشكل جيد. النقطه المهمه كمان ان احنا عايزين نحيي مجلس اداره نادي الصيد كابتن محسن طنطاوي ومجلسه، لما طلبت منهم صراحه ما تاخروش، قالوا لي بسرعه حاول انك انت تعمل جدولك بسرعه، وانك انت تطلب الفرق اللي انت قلت عليها. السنه دي محتاجين بطوله معظمها دوري ممتاز، فالحمد لله رب العالمين. بحيي اولياء الامور اللي موجودين معانا من بدايه البطوله اللي مشرفينا بصراحه، وسند كبير جدا لاولادهم. بحييهم على التربيه، وبحييهم على الاداء، وبحييهم على السوء السلوك اللي كانوا موجودين عليه، والروح القتاليه والروح الرياضيه العاليه. عايز احيي طبعا جهاز التنظيم، المشرفين اللي معايا نبيل البعطيتي وعزت وجمال عبد الخالق نائب بتاعي، والمدربين المحترمين اللي انا ليا الشرف اللي بتولى المهمه معاهم، الامن والاداريين والجهاز الطبي والجهاز الاداري. بحيي كل واحد اشتغل في هذه البطوله ونجحها. مصر مستفيده بيها والنادي بتاعي مستفيد بيها.
يعني انا سعيد جدا ان انا بعمل حاجه لبلدي. بدات الافكار تتغير في قطاعات كثيره من الانديه. بتبحث عن بطوله، ابحث عن النهارده فرقه فيها مثلا 5 مميزين، في اخر الموسم عايز الخمسه دول 8، الموسم اللي بعده عايز، يعني هي دي ده تشتغل على هذا الكلام. الحقيقه هو نادي الصيد طبعا دي مش اول دوره ان هو طبعا يعملها، نادي الصيد متعود على الدورات دي من زمان الحقيقه، واحنا بنسعد باستضافه كل الفرق اللي بتيجي تشترك في هذه الدوره الحقيقه، واحنا على استعداد دائما ان احنا يعني نحسن كمان من كل مرة، يعني نحسن من استضافتنا ونحسن من مستوانا ونحسن من خدماتنا. الحقيقة ان احنا بنسعد بهذه الدورة، ويعني ودي تعتبر من انجح الدورات اللي انا شفتها الحقيقة على مدار عمري في نادي الصيد. احنا عملنا دورات ناجحة كتير قبل كده، بس هذه الدورة دورة يعني انا سعيد بيها جدا، وسعيد بالمستوى الولاد اللي موجودين من 9 سنين ل 13 سنة. ولمتابعة الأخبار المحلية، فقد حقق فريق الداخلية فوزا مهما على حساب فريق الرجاء في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 22 للدوري العام. وسجل هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن السويسي في الدقيقة 91 من عمر المباراة ليضيف إلى الداخلية 3 نقاط غالية أدت إلى احتلاله المركز الثامن برصيد 29 نقطة، فيما ظل الرجاء في قاع الجدول برصيد 12 نقطة. وتقام في هذه الأثناء مباراة الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي في إطار نفس الجولة، وقد بدأت المباراة في 5 مساء. قرر فرج عامر رئيس نادي سموحة تغريم كل لاعب بالفريق مبلغ 50,000 جنيه بعد الهزيمة من بتروجيت أمس بهدفين لهدف في الجولة 22 للدوري العام. وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أداء مخيب للأمال ومحبط أمام بتروجيت في ظل آمال كبيرة معقودة على الفريق، لذا قرر مجلس إدارة النادي إيقاف مستحقات الفريق وخصم 50,000 على اللاعبين. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية للشباب التي ستقام في النيجر العام المقبل ويشارك بها المنتخب الوطني. ولن يشارك المنتخب الوطني في المرحلة التمهيدية على أن يبدأ التصفيات من المرحلة الثانية والتي تنطلق ذهابا أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من مايو المقبل، والعودة أحد أيام 18 أو 19 أو 20 من نفس الشهر. فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا. Yeah.
وإلى جولة مع الأخبار العالمية، والبداية من فيفا، حيث حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 13 من يونيو المقبل موعدا للتصويت على اختيار البلد المضيف للمونديال 2026. وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أن التصويت على اختيار البلد المستضيف لمونديال 2026 سيقام في جو ديمقراطي، وأن أعضاء الاتحاد الإفريقي سيحظون بالحرية في اختيار البلد المضيف لكأس العالم. وإلى الدوري الإسباني، يحل اليوم فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق ليفانتي في إطار الجولة 22 للدوري الإسباني. ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم التي تنطلق في 10:45 مساء، حتى يقتنص المركز الثالث في جدول المسابقة بشكل مؤقت حتى انتهاء نتيجة مباراة فالنسيا مع أتلتيكو مدريد التي تقام غدا. ويتصدر برشلونة البطولة برصيد 57 نقطة، ويليه أتلتيكو مدريد برصيد 46 نقطة، ثم فالنسيا في المركز الثالث برصيد 40 نقطة. وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. بعثة الفريق تعود من السعودية لبرج العرب مباشرة استعدادا للاتحاد السكندري. الجمهورية، الأهلي يهزم نجوم السعودية بهدف فاكاماني. المساء، في تكريم فؤاد أنور، البدري اطمأن على الصف الثاني لدعم الفريق خلفا للمعارين. الأخبار، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة زعيم الثغر. الوفد، الأهلي يحارب الإجهاد قبل مواجهة الاتحاد، وعاشور جاهز للمباراة. المصري اليوم، برنامج خاص لغالي والجزار. الوطن، برنامج ألماني خاص لمروان محسن بسبب الأربطة. الشروق، عبد الحفيظ، الصفقات الجديدة ستخوض المران مع الفريق اليوم. اليوم السابع، جماهير النادي الأهلي تختار أكرم توفيق أفضل لاعب في مباراة الشباب السعودي. فيتو، فحص طبي لحسم مشاركة سعيد وفتحي أمام الاتحاد. يلا كورة، الخطيب فخور بجماهير الأهلي الوافية. يوروسبورت عربية، تكريم حاشد لأنور في ليلة سعودية أهلوية.
هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.